مرحبا جميعا. هل بيقدر حديث تخرج انه يلاقي فرصة عمل في دولة قطر؟ هذا واحد من الاسئلة اللي اجاني على فيديو الكونسلتنتس او ايميلات الكونسلتنتس او طرق التواصل مع الكونسلتنتس الموجودة في دولة قطر. اليوم انا لقيت انه هاي فرصة كثير منيحة ان انا احكي في هذا الفيديو، وان شاء الله انه يكون مفيد لحديثين التخرج ولغير حديثين التخرج ممكن يسمعوا هذا الفيديو. اليوم انا موجود في اسبيا ريزورت في دولة قطر، حديقة كثير لطيفة. كنت جاي حتى ان انا احضر ايفنت. هذا الايفنت هو عبارة عن انهم بدهم يطيروا 30 بالون او 30 منطاد، واي ثينك انه راح يكون مشهد كثير حلو، وكنت حابب ان انا اصور. بس بعد ما وصلت انه كان الايفنت المفروض انه ينعمل الساعه 2، لقيت انه هون جوا سبير زون حكوا انه راح تاجل شوي للساعه 5 عشان توصل كل المناطيد ويجهزوها ويطيروها. سو في هذا الوقت حبيت ان انا اغتنم او استغل الفرصه وان انا اطلع واحكي هذا الفيديو، سنس انه انا الي فتره حابب ان انا اعمل هذا الفيديو. يلا ما نطول اكثر من هيك وخلينا نبلش. مرحبا. زي ما حكيت انا راح احكي عن موضوع انه هل بيقدر حديث تخرج انه هو يوصل على دولة قطر ويلاقي فرصة عمل ويشتغل في دولة قطر. قبل ما بلش بهذا الموضوع، اذا بتلاقي انه المواضيع اللي بحكي فيها على الشانل هي مفيدة، فياريت لو انك انت تشاركنا في هاي المواضيع، تحكي رأيك في هاي المواضيع في الكومنتس. اذا في مواضيع انت حابب نحكي فيها فياريت لو تعطينا اياها برضو في الكومنتس. هذا الفيديو اللي انا اليوم راح احكي فيه هو واحد من الكومنتس اللي اجتني على واحد من الفيديوز، وكان من عبد الكريم شراحي، واللي حكى لي فيه: اخي ممكن تحدثنا عن اشخاص حديث تخرج او عن اشخاص يكونوا حديثين تخرج في مجال النفط في دولة قطر؟ انا اليوم ما راح احدد، اسمح لي عبد الكريم، ما راح احدد ان انا بدي احكي عن موضوع النفط، لا بدي احكي بشكل عام ايش التحديات اللي بتواجه حديث تخرج اذا بده يجي على دولة قطر ويشتغل في دولة قطر. طبعا دولة قطر زيها زي اي دولة ثانية، اوكي انا بقدر احكي لك انه فيها فرص عمل اكثر من غيرها، فيها مشاريع فاتحة اكثر من غيرها، فيها رواتب احسن من غيرها واعلى من غيرها، مستوى المعيشة فيها اعلى من غيرها. السؤال اللي كثير دائما بيجي: هل انا بقدر ان انا اشتغل بدولة قطر؟ هل انا بقدر الاقي بسهولة شغل في دولة قطر؟ واللي اجاني اليوم السؤال: انا حديث تخرج، هل انا بقدر اشتغل في دولة قطر؟ دولة قطر زي ما حكيت لك زي غيرها في صعوبة لحديث التخرج انه يلاقي فرصة عمل في دولة قطر، لكن الموضوع دائما لا يقتصر على حديث التخرج. يعني دائما حديث التخرج فكر انه هو الشخص الوحيد اللي مش لاقي شغل. اسأل شخص عنده خبرة 28 سنة مثلا في المجال نفسه اللي انت موجود فيه، واضطر انه هو يترك الشركة او نعمل له ترمينيشن من الشركة او سكرت الشركة او وات ايفر صار، اختلف مع الشركة وطلع من هاي الشركة، هل بسهولة راح يلاقي وظيفة ثانية؟ ديفينتلي حديث التخرج راح يلاقي شغل سوري كثير اسهل من الشخص اللي راح يكون له 25 سنة عم بيشتغل او 28 سنة او 30 سنة، لانه اصلا اذا بنحكي عن 30 سنة فاحنا بنحكي عن 55 سنة تقريبا عمر، فهو ببطل عنده ability انه يلاقي هذا الشغل بسهولة لانه بصير over qualified، والشركة بدها تلاقي ناس عندهم ability يشتغلوا بس في رواتب اكيد اقل من اللي عنده 30 او 35 سنة خبرة. So, حديث التخرج انت عندك قابلت انك انت تلاقي شغل، بعرف الموضوع شوي صعب او خلينا احكي الموضوع كثير صعب، لكن استل الفرصة موجودة. هذا الموضوع بيعتمد عليك انت، ما بيعتمد على الدولة وما بيعتمد على الشركات وما بيعتمد على المشاريع، بيعتمد عليك انت. كيف بيعتمد عليك انت؟ اول شيء شخصيتك كثير 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 بتفرق لما انت تحاول تدور على شغل وانك انت توصل لهذا الشغل. الشغلة الثانية، دائما في حديث التخرج احنا بنطلع على ايش هي المهارات والسكيلز الموجودة عنده اللي مش موجودة عند غيره، واللي هو بيقدر يعملها بسرعة عالية جدا، بأكيرسي عالية جدا، بسرعة عالية، بدقة عالية، ويعطيني المنتج اللي انا بدي اياه بأحسن من الشيء اللي انا بطلبه منه. فالفكرة في الموضوع انه انت ما تكون شخص عادي حديث تخرج، اوكي طيب كل الناس حديث تخرج، بس انا ليش بدي اخذك انت واحكي لك تعال اشتغل معاي في الشركة؟ سو الشخصية، السكيلز، الشغلة الثالثة ايش المهام اللي انت الوحيد اللي بتقدر تعملها؟ هاي شغلة كثير مهمة يمكن مش كثير ناس بينتبهوا عليها، ومش كثير ناس بيقدروا يلاقوا ايش الشغلة اللي انا بدي اعملها اللي ما حدا غيري بيقدر يعملها، وان ذا اذر هاند تكون مطلوبة بشكل كبير في السوق، او هلا هي ترندنج في السوق. فانت الفكرة انك تلاقي هاد
البارت الصغير اللي مش موجود عند اي حدا ثاني غيرك. هلا بعد ما لقيت هذا الموضوع، الفكره انك انت يعني اذا كنت بدك تحكي لي انا طيب هذا كل حكي حلو وجميل وسويته، بعدين كيف بدي اقدر اوصل لدوله قطر؟ هلا شغله كثير مهمه انك انت تشوف الفيديوهات اللي انا حكيت عنهم قبل هيك، او اللي حكيت فيهم قبل هيك، واللي احكي عنهم برضه بعد هيك، انك انت تقدر تفتح كل الفيديوهات هاي. في انا حطيت في واحد من الفيديوز مثلا كل ايميلات وطرق التواصل مع كل الكونسلتنتس بتصنيفاتها الموجوده في دوله قطر، واللي انت تقدر من خلاله تتواصل مع هاي الشركات. الشغله الثانيه برضه في المواقع والعناوين، اذا انت عندك ability انك انت تستثمر فكرة انك انت تيجي للدولة اللي انت حاب تشتغل عليها، سواء كانت دولة قطر او غير دولة قطر، تكون حاط في بالك انه عندك فترة شهرين لثلاث شهور بس بحث عن العمل. بنسبة 80% خلينا احكي بتزبط، 70% بتزبط انك انت بتلاقي فرصة عمل، لكن برضو في عندك نسبة 30% احتمال انه ما تزبط. فالفكرة في الموضوع انه انت عندك قبل تيجي، في ناس كثير اجت ولاقت شغل، في ناس برضو كثير اجت وما قدرت تلاقي شغل لانها يأست وقالت خلص انا اكثر من هيك مش قادر اصرف على الموضوع. سو اذا انت عندك قبل انك انت تستثمر في هذا الموضوع، سو جو اهيد. اذا الك ناس تعرفهم في دولة قطر وبيقدروا يدوروا لك على الشغل ويقدموا لك اوراقك، ولما تصير مقابلة تصير اونلاين المقابلة، وانت شخصيتك قادر على اقناع الشخص في المقابلة انك انت هو الشخص اللي بدهم اياه في هذا الشغل، وانك انت تقدر تنيغوشييت سواء في السكيلز او الشغل او السالاريز او وات ايفر، انك انت تيجي على دولة قطر بعد ما تعمل هاي الانترفيوز ووافقوا عليك وبلشوا لك اوراقك ويطلعوا لك الفيزا وتيجي. الشغله اللي بعدها اللي بدي احكي فيها اللي بتهمك برضه عشان تقدر حديث تخرج او مش حديث تخرج، انك انت تقدر تشتغل في دوله قطر، وجودك مهم. اذا كنت موجود انت راح تقدر توصل للاشخاص وتعمل انترفيوز فيس تو فيس او فيس تو فيس عفوا بطريقه كثير اسهل، واللي هو ممكن يخلي عمليه القبول في الوظيفه اعلى او نسبه القبول في الوظيفه اعلى. الشغله اللي بعدها اللي تفرق معك كثير في دوله قطر انه هل انت معك اقامه في دوله قطر او لا، لانه في كثير شركات ما بتقدر تطلع لبعض الجنسيات اقامات او فيز على اسمها، فبتروح لمجال انها تحكي لك انقل اقامتك. اذا نقلت اقامتك ومعك ان او سي فانت راح تنقل على الشركه بسهوله وسموذلي راح تروح تاخذ الشغل. الشغله اللي بعد انه الاقامه بتفرق معك، انت كمان بفرق معك موضوع هل في بعض الوظائف وفي كثير الوظائف هل معك رخصه قياده قطريه، وهذا الموضوع مش سهل كثير في دوله قطر انك انت تحصل على رخصة القيادة القطرية، فإذا حصلت عليها برضو راح تدعمك في أنك أنت تحصل على بعض الوظائف. مش شرط أن دائما نحكي عن المهندسين، ففي بعض الوظائف راح تطلب هذا الموضوع. I think هيك أنا غطيت أو شملت كثير أشياء. هلأ إيش التحديات اللي راح تصير لو أنت انقبلت في الوظيفة؟ أول شيء إذا أنت عندك سكيلز أو مهام أنت بتقدر تعملها أكثر من غيرك أو ما حدا غيرك بيقدر يعملها، أو سرعتك في عملها أعلى، أو الأكيرسي أو الدقة تبعك كثير أعلى من غيرك في عمل هذا التاسك، وأخذوك على شأنها. هلأ بصير بهذا الموضوع انك انت راح تاخذ مهام اعلى من المهام المفروض ياخذها حديث التخرج، وكل حديثين التخرج بيحكي لك اهلا وسهلا انا بحب اشتغل اكثر من المهام المفروض تطلع لي which is great. بس راح استغل موضوع حديث التخرج بشغله ثانيه، انه ممكن يقلل كثير من السالري اللي انت ممكن انك انت تكون تقدر تاخده لو انت عندك خبره سنه او سنتين في دوله قطر، ويعتبر اصلا حديث تخرج يعني من 0 ل 3 هو يعتبر حديث تخرج. فانت في هاي الحاله يمكن يتم استغلال حديث التخرج انه يعطوك راتب اقل. هلا وين كمان بصير الاستغلال وهو ما شفته كثير في دوله قطر، انه ممكن يحكي لك تعال تدريب وبعطيك راتب مثلا رمزي بدل مواصلات، وتشز قليل 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 جدا 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 اني انا شفتها في دوله قطر. يمكن تكون بتصير بس انا ما شفتها كثير، شفتها بحاله او حالتين. هلا الأسوأ من هيك انه ممكن يحكي لك تدريب مجاني، انا ما شفتها بالمره هاي موضوع التدريب المجاني، لكن ما بعرف اذا راح تصير او لا، او اذا هي فعليا بتصير او لا. اتوقع هذه كل النقاط اللي بتهمك تعرفها كحديث تخرج عن البلد. اذا كان في اشياء حابين تعرفوها اكثر عن موضوع ايش وضع حديث التخرج في دولة قطر، او ايش وضع الشغل في دولة قطر، او ايش يتطلب الوصول لدولة قطر او 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 الى اخره، فيا ريت لو تحطوا لي اياها في الكومنتس لحتى انا اقدر اشملها في فيديوهات الجاي ان شاء الله. اذا شفت هذا الفيديو مفيد فيا ريت لو تعمل لايك وشير سبسكرايب انيبل نوتيفيكيشن بيل. باي ذا واي موضوع اللايكس، كل ما زادت اللايكس بصير الفيديو ينعرض للناس بشكل اكبر ويقدروا انهم يوصلوا لهي المعلومه بشكل اسهل. فيا ريت لو انت شفت انه هذا الفيديو ممكن يفيد حدا، يا ريت لو تعمل لايك، وإذا عملت شير فهو ديفينيتلي راح يوصل بطريقة أكبر. إذا تعمل لنا إنيبل نوتيفيكيشن بيل وسبسكرايب فبصير يوصلك النوتيفيكيشن مع كل فيديو بينزل على التشانل. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.